مبادرة السلام السورية الروسية، مبادرة مهتمة بكل الجوانب السورية الاجتماعية والاقتصادية والطبية والإنسانية. ورجال الجيش العربي السوري أيضا شرف إلنا، واللي عملناه اليوم هو عرفان، ما هو إلا عرفان محبة وتقدير لبطولاتهم وإلى شهدائنا وإلى شهداء روسيا الاتحادية أيضا اللي بنعتز فيهم بدخولهم بصداقتكم بمحبتهم إلى سوريا ولا شعب سوريا. روسيسكي سنتر بريبيرينيا враждующих сторон. نحن ندعم الجهود من سوريين المبذولة من قبل السوريين لإعادة بناء الحياة السليمة في سوريا، وهذه الحفلة اليوم هذا نموذج من مثل هذا العمل المشترك من المجتمع المدني السوري فضلا لمبادرة السلام السورية الروسية. تأتي هذه الاحتفالية في إطار التعاون والتنسيق بين الجيشين الصديقين، الجيش السوري والجيش الروسي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك الدائم لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. سفيرة سلام للطفولة من مدرسة الشهيد ياسين شعبان سعيد، نحن اجينا اليوم لهون دار الأوبرا نشارك بمبادرة السلام السورية الروسية لنأكد انه ونعمق علاقات المحبة والأخوة والصداقة بين سوريا والشعب الصديق الروسي. مايسا بشيني أغلافنا توت كتو لوبت مير никогда не примендовать. Россия любит мир всего мира. Герою отважной президенту Владимиру Путину и герою армии России и герою чешскому народу. جئت أشارك هذا الحفل الكريم للمبادرة السلام الروسية السورية، ونحن نشكر في مثل يقول الصدي وقت الضيق، فسوريا عندما ضاقت فيها من اللي وقف معها؟ روسيا. فنحن نشكر بدورنا كعشائر الأشقاء الأصدقاء اللي هن الروس، وشكرا للجميع، وشكرا للجيش العربي السوري، وشكرا لروسيا. نحن اليوم مجتمعون لكي نعبر عن حبنا وعن تماسكنا وعلى المبادئ، ونحط يدانا بأيدي هؤلاء الرجال الشريفين، نعطي صورة للغرب للقاسي والداني إنه سوريا بخير. Я когда мне верю, эту песню пою. Тем, кто бросит карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане,